ارسال طعنه الى محافظة المنوفية، وينظر الان امام محكمة القضاء الاداري هناك. يعني عدد من القوائم ايضا قدمت عونها، وهم ست قوائم قدمت عونها، وهم ست قوائم مستبعدين، عدد منهم قدم تعونهم امام مجالس الدولة والقضاء الاداري في عدد من المحافظات. ايضا هناك 535 مرشح قدموا طعنهم، وهم من المستبعدين من بين 5955 مرشح الذين قدموا اوراقهم امام اللجنة خلال الايام الماضية، عدد منهم قدم تعون. ايضا عدد اخر من المرشحين قدم تعون امام مجلس الدولة على مدار اليوم وامس، وحتى اللحظة لا زال يتوافد عدد من المرشحين المستبعدين على مجلس الدولة، سواء هنا في الدقي او العجوزة بمحافظة القاهرة او عدد من المحافظات الاخرى. كريمة